تقدم جديد للقوات العراقية شمال بغداد. وقد أكدت وزارة الدفاع أن الجيش العراقي تمكن بدعم من مقاتلي العشائر وميليشيات شيعية من استعادة بلدة ضلوعية بالكامل وتطهيرها من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية، ملحقا خسائر كبيرة بالتنظيم الإرهابي. وكانت بلدة ضلوعية الواقعة جنوب سمراء مسرحا لمعارك متواصلة مع تنظيم داعش الذي سيطر على معظم أحيائها باستثناء الحي الجنوبي، حيث واجه مقاومة شرسة من القوات الأمنية ومسلحي عشيرة الجبور السنية. لكن فك الحصار عن الضلوعية كبد الجيش والمسلحين الموالين له خسائر في الأرواح أيضا. فقد شيع في بغداد جثمان اللواء المتقاعد عباس حسن جبر القيادي في منظمة بدر الشيعية، والذي قتل برصاص قناص في معارك الضلوعية. هذا الرجل رغم عمره الكبير أبى إلا أن يتواجد في ساحات القتال وفي الخطوط الأمامية إلى أن نطهر أرض العراق وآخر شبر من العراق. غير أن دحر تنظيم داعش من كل مناطق العراق يبقى هدفا صعبا، خاصة وأن داعش لا يزال يسيطر على مناطق شاسعة في غرب البلاد وشمالها.